اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه Private Math Lessons. Today ان شاء الله we are going to take lesson 5 which is entitled the triangle. Triangle بوجه عام احنا درسناه قبل كده في سنوات ماضيه، درسناه في grade 3 وفي grade 4 وفي grade 5 وفي grade 6، وكنا عارفين عنه معلومه مهمه جدا ان كل الانتيريور انجلز اللي فيه بتيكوال 180، وتعرفنا على الانجلز بتاعته، في انجلز اكيوت، في اوبتيوس، في رايت. خدنا عنه بعض المعلومات. الدرس النهاردة هنراجع على هذه المعلومات وهنضيف معلومة جديدة هتفيدنا في مسائل الـ Missing Angles. يلا نبدأ بعضنا الدرس. هنبدأ الدرس بحاجة انت خدتها قبل كده في أكتر من سنة دراسية، اللي هي Theorem 1، اللي هي بتقول الـ Sum of the measure of the interior angles of the triangle is 180. خدناها قبل كده كتير. الفيتشر دي او البروبرتي دي بتفيدك في ان انت تقدر تطلع الميسنج انجل لو عندك تو انجلز. الكلام ده امتى؟ الكلام ده في حاله لما يكون الترينجل عندك اسكالين. يعني لو الترينجل عندي اسكالين، يعني الثري سايدز كلهم ديفرنت، طالما عندي 3 ديفرنت سايدز يبقى وبالتالي هيكون عندي 3 ديفرنت انجلز. لو انا عندي 3 ديفرنت انجلز يبقى انا هحتاج تو انجلز اكون عارفهم عشان اقدر اجيب الثالثه اللي هي هجيبها عن طريق 180 ماينس الصم بتاع الايه بتاع الاثنين. طيب لو كان الترينجل عندي ايكوالاترال، الايكوالاترال مفيش فيه ميسنج انجل لان الايكوالاترال ده معروف ان 3 انجلز بتوع ايكوال كام؟ ايكوال 60. طيب لو كان ايزوسلس ترينجل، الايزوسلس ترينجل لو عرفت جاست 1 انجل فيه اقدر اعرف الايه الاثنين الباقيين. يبقى دايما انت هتلاقي الفيتشر ديت اللي هي البروبرتي بتاعت الانترنال انجلز 180 بتستعملها كتير في السكالين تراينجل، يديك تو انجلز يقول لك هات الايه؟ هات التالت. تعالوا مع بعضينا نبدا باكزامبل 1. المسألة كلها سهلة، يعني اسهل كتير من الدروس الايه اللي فاتت. In the opposite figure ABC is a triangle in which the measure of angle A equals 75 وال measure of angle B equals 60. ومديني عندي اكس واي بارلل سي بي البي سي. طيب المطلوب بيقول لي فايند الميجر اوف انجل اي واي اكس، عايز اي واي اكس، عايز الانجل دي. طيب لما اجي احل المساله دي انا عايز الانجل دي، ابص على الترينجل اللي هي فيه عندي اي اكس واي، مفيش فيه غير اي غير انجل واحده بس اللي هي 75، وبالتالي مش هعرف اجيب، هل هو ايزوسلس؟ لا مش ايزوسلس، يبقى بالتالي مش هعرف اجيب الانجل واي. لو هو ايزوسلس كنت هقول لك ان الاثنين دول 180-75 وهعملهم ديفايد 2، يبقى دي ودي ايه؟ قد بعض، يبقى حليناها. لا لكن هو مش ايزوسلس. يبقى انت مطلوب منك ان انت تجيب انجل كمان هنا، وبالتالي مفيش غير دي، لازم ابتدي الهدف بتاعي اجيب الانجل دي. الانجل دي اجيبها ازاي؟ اقدر اجيبها عن طريق الباراليزم اللي موجود عندي في المساله. سنس ان الاكس واي بارلل للبي سي، معنى كده ان الانجل بي بتيكوال الانجل اكس بالايه؟ عشان هما الاثنين ايه؟ كروسبوندنج انجلز. وبالتالي قدرت انقل المعلومه بتاعت ال 60 من هنا لايه؟ لهنا. يبقى انا دخلت جوه الترينجل ده تو انجلز اقدر اجيب الايه؟ الثالثه. تعالى نحلها مع بعضينا. هنقول سينس اكس واي بارلل سي بي اند مين الترانسفيرسال هنا؟ الترانسفيرسال اي بي او الاكس بي، اند اكس بي از ذا ترانسفيرسال ده معناه ايه؟ ده معناه ان الميجر اوف انجل اي اكس واي بتيكوال معايا الميجر اوف انجل اكس بي سي بتيكوال معايا 6 ديجري، وبين كده بين قوسين هنقول ان هم كورسبوندنج انجلز. اوكي يبقى انا قدرت انقل المعلومه من هنا لهنا عن طريق الباراليزم. بقى كان حدد الترينجل بتاعنا ان ترينجل اي اكس واي الميجر اوف انجل واي، وزي ما قلت لك انا طالما حددت الترينجل اقدر اختصر اسم الانجل وانا بتكلم، مش لازم اقول اي واي اكس لان انا محدد الترينجل، وبالتالي الانجل واي لازم تكون هي دي.
الميجر اوف انجل واي هتيكوال معايا 180 اللي استعمل بقى البروبرتي بتاعتنا ماينس البلس بتاع 75 بلس الايه بلس 60 which is 180 ماينس 135 اللي هيديني 45 degree. Example 2 بيقول لي in the opposite figure BM bisects angle ABC ادي BM بيبايسكت ال ABC والCM بيبايسكت ال ACB يعني الانجل دي دي قد دي ودي قد دي ومديني ودي 125 find the measure of angle A. عشان اجيب الانجل A لازم اكون عارف الانجل C and B. طيب انا ممكن اجيبهم انت عارف ان الانجل 1 والانجل 2 الاثنين مع بعضيهم 180-125 يبقى 180-125 يبقى 1 و 2 الاثنين يبقوا 55 وانا عندي الاثنين دول قد الاثنين دول بدول بردك 55 يبقى الميجر اوف انجل بي بلس الميجر اوف انجل سي ايكوال توايس ال 55 which is 110 يبقى دي 180-110 which is 70 طبعا كده مع بعضينا يبقى in triangle CMB the measure of angle MBC اللي هي 1 و 2 يعني the measure of angle 1 plus the measure of angle 2 هيكوال معي 180-125 which is 55 degrees. Okay, and the measure of angle 1 plus the measure of angle 2 be equal معايا the measure of angle ABM plus the measure of angle ACM هي equal معايا 55 degrees يبقى then the measure of angle B plus the measure of angle C هي equal 55 degrees times 2 which is 110 يبقى then the measure of angle A هي equal 180-110 which is 70 degrees. المسألة اللي بعد كده مجموعة exercises عشان بس نتعود ازاي نعرف نجيب الميسنج انجلز. خد بالك دي من الحاجات الفاندمنتال عندك في الجيومتري ان انت يكون عندك تريانجل وتعرف تجيب فيه الميسنج انجل. دي ابسط حاجة في مسائل الجيومتري. In each of the following figures find the measure of the angle marked by question mark. محتاج الانجل دي طبعا عندي 3 انجلز وفي 2 واحدة ميسنج يبقى دي هتيكوال معايا كام؟ دي هتيكوال 180 minus 120 plus 35 اللي هي 180 minus 155 يبقى هيديني كام 25 degrees. طيب هنا خد بالك دي عندك دي معروفه دي 90 و60 و150 يبقى معايا هنا ايه؟ يبقى معايا 30. هنا دي كام؟ دي كده 90. طب وبيقول لك الانجل دي زي الانجل دي يعني ده ايزوسلس يبقى الاثنين دول مع بعض كام لما اكون دي 90 يبقى الاثنين اللي متبقيين كام يبقى 90 والاثنين دول قد بعض يبقى هنعمل 90 divided 2 يبقى الميجر اوف انجل ايكوال كام ايكوال 45 degrees. هنا طبعا دي سهله جدا ده ايكوالاترال. ليه ايكوالاترال؟ عندك 3 ايكوي انجلز جواه A زي B زي C يبقى على طول هنا ايه 60. نيجي نشوف هنا عايز الميجر اوف انجل BAC. طب الترينجل ده فيه كام انجل واحده يبقى معرفش اجيب دي محتاج اجيب دي الاول. عشان اجيب دي اجيبها ازاي؟ انا عندي ده بارلل ده يبقى دي ودي مالهم الترنيت يبقى دي كده دي 60 يبقى 60 و50 110 نحط عليهم قد ايه دي 180 نحط ايه يبقى عندي ناقص ايه 70. نيجي نشوف البروبلم دي هو محتاج الايه الانجل دي. الانجل دي موجوده في اي ترينجل السي دي اي. نيجي نبص هنا مفيش غير واحده بس يبقى مش هعرف اجيبها يبقى الخطه بتاعتي ان انا اجيب مين؟ اجيب الانجل دي. عشان اجيب الانجل دي دي في او اي مع مين؟ مع ديت. طب هل ينفع اجيب دي؟ ده ايكوالاترال يبقى هنا دي 60 60 60 دي عن طريق الفي او اي تتنقل المعلومه فين؟ هنا كده يبقى دي هنا برضك ايه 60 60 و45 105 نحط عليها كام؟ 108 نحط عليها كام؟ 70 75.
نيجي مع بعضنا نتنقل لجزئية تانية اللي هي الـ exterior angle of the triangle. ابتدينا نسمع كلمة exterior دي لما ابتدينا ناخد البوليجون، وقلنا ان البوليجون فيه عندي interior angle و exterior angle، وعرفنا الـ exterior angle اللي هي الـ angle included between، قلنا السايد ادي سايد والاكستنشن بتاع السايد التاني اللي هي دي، يبقى دي كده اسمها الايه الاكستيريور انجل. استيريور بالعربي يعني خارجيه، يعني هي الانجل اللي بره الايه التراينجل. يبقى بالنسبه لوضعها لازم انت عارف هو ده بيبقى ايه، بيبقى وضعها. طيب ايه بقى المعلومه اللي هنضيفها جديده بالنسبه للاكستيريور انجل؟ هنعرف دلوقتي هي بتيكوال ايه جوه التراينجل. نيجي نشوف بنقول ايه. بنقول ان measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measures of the non-adjacent interior angles. طبعا بعدين نفسر الكلام ده. هو بيقول لك ان الانجل دي بتيكوال الانجل A plus الانجل C. مين الادجيسنت انجل مع الانجل دي؟ الادجيسنت انجل هي دي كده ادجيسنت مع دي. ادجيسنت يعني متجاورة معاها او ايه جنبها. طب مين الانجل اللي هي مش جنب البي؟ الانجل A والانجل C، ودول بنسميهم نون ادجيسنت انتيريور انجلز. اوكي، يبقى دي هتجي لك في الكومبليت. لازم تبقى عارف ان الميجر اوف ان اكستيريور انجل از ايكوال تو سام اوف ذا ميجرز اوف نون ادجيسنت انتيريور انجلز. طيب هل ده هيفيدني في المسائل؟ اه هيفيدك كتير، لان انت دلوقتي انت عايز تجيب الانجل دي كنا بنجيبها ازاي؟ الانجل دي عشان اجيبها كنت الاول لازم اروح اجيب دي، اقول ان ديت بتيكوا 180 ماينس ده ايه بلس ده، يبقى انا جبت دي، وبعد كده اقول ان كل دي ستريت انجل، وارجع اعمل العمليه من جديد، اقول 180 ماينس ايه ماينس دي يديني دي. انت هنا عملت ايه؟ هنا وفرت كتير، وفرت حوالي خطوتين، ان انا على طول ممكن اقول ان ديت ايكوال الاثنين ايه الاثنين دول. طيب نيجي نشوف مع بعضينا نوت الذات. بيقول لي الـ measure of an exterior angle of triangle is greater than the measure of any interior angle of the angle except its adjacent angle. يعني عايز يقول لك ان الـ angle دي لازم تكون اكبر من اي angles ايه جوه interior بخلاف الـ adjacent. الله، طب ليه بخلاف الـ adjacent؟ طب انا عندي فعلا دي اكبر من دي اهي. اه بس خد بالك ممكن يجي لك التريانجل اوبتيوس انجل تريانجل. في هذه الحاله هتبقى الاكستيريور انجل نوت جريتر ذان الايه الادجيسنت. يعني زي كده يجي لك مثلا كده، ادي التريانجل ده عندي اوبتيوس انجل دي فين هنا؟ طب فين الاكستيريور هنا؟ الاكستيريور اهي، هي دي الاكستيريور انجل اللي هي دي. طب دي مالها؟ دي جريتر ذان ذيس و greater than this، اكبر من دي واكبر من دي، لكن هي اكبر من دي؟ لا مش اكبر من دي. يبقى فعلا لازم هتكون greater than the measure of any interior angle except its adjacent angle. لكن ليه؟ لان هي لو طلعت acute الادجيسنت هتبقى اوبتيوس واكبر منها. طبعا هي هتبان في الشكل ده، لكن ما تبانش معاك، يعني النوتس دي ما تبانش معاك هنا، لكن لازم يكون محطوط فيها رسمه زي ايه؟ رسمه زي دي. تعال نشوف اكزامبل. في الأوبزيت فيجر بيقول لي find the measure of angle ABC. ABC عايز دي كلها، وعايز the measure of angle BEC. BEC احنا خدنا دلوقتي الاكستيريور انجل وعرفنا هي بتيكوال السام اوف ذا تو نون ادجيسنت انجلز. يعني ايه؟ يعني 150 دي بتيكوال ايه؟ هتيكوال الاثنين البعاد، السام بتاع الاثنين البعاد الاي والاي والبي. يبقى الانجل بي نحلها على طول، يبقى نكتب كده سينس الـ measure of angle ACD بتيكوال الـ measure of angle CAB plus الـ measure of angle ABC. هنا هنعمل exterior angle. يعني then الـ measure of angle ABC هيequal 150 minus الـ A الـ 80 which is 70 degrees. طيب احنا عايزين الـ measure of angle، احنا خلاص حاجتنا دي كلها 70، لما يكون دي كلها 70 وده بيبايسكت يبقى ده معناه ايه؟ ان دي 35 ودي 35. يبقى انا عندي هنا since BE bisects الـ angle ABC
يبقى زان الميجر اوف انجل سي بي اي هاي ايكوال 70 ديفايدد 2 ويتش از 35 ايه 35 ديجريز. طيب خد بالك برضو انت عندك ايه، انت عندك ان الانجل ديت دي كلها ستريت، يبقى دي ايكوال 180 ماينس 150، يبقى سينس الميجر اوف انجل دي سي اي بلس الميجر اوف انجل اي سي بي ايكوال 180، يبقى زين الميجر اوف انجل اي سي بي هي ايكوال معايا 180 ماينس 150 ويتش از 30 ديجريز. طيب كده انا جبت عندي تو انجلز انسايد الايه الترينجل ده، يبقى نقول على طول ان ترينجل اي سي بي على طول هقول الميجر اوف انجل اي هي ايكوال 180 ماينس 30 بلس 35 اللي هي هتيكوال معايا 180 ماينس 65 which is 115. In each of the following figures find the measure of the angle marked by question mark. هو محتاج الانجل دي. قبل ما ندرس اللو بتاع الاكستيريور انجل كنا هنقول ايه؟ كنا عشان نجيب دي كنا هنجيب دي الاول وبعد كده هقول 180 ماينس دي يديني ايه؟ يديني دي. لكن انا دلوقتي عارف ايه؟ انا عارف على طول ان الاكستيريور بتيكوال السام بتاع مين؟ بتاع التو نون ادجيسنت انتيريور انجلز، يبقى على طول هقول ان ال A B D بتيكوال ال 30 بلس ال 50 which is ال A which is ال 80 degrees. طيب هنا دي عندي كده دي 90. طيب هو عايز دي، انت عارف ان الاكستيريور بتيكوال الصم بتاع الاثنين دول، يبقى دي هتيكوال كام؟ هتيكوال 110 ماينس 90 which is 20 degrees. اللي بعديها عايز الميجر اوف انجل سي، عايز سي. طب انت عارف ان دي بتيكوال الصم بتاع الاثنين دول والاثنين دول ايكوال، يبقى دي هتيكوال ايه؟ هاف ال 84 which is 42. نيجي هنا عايزين ديت، دي هنا اكستيريور هتيكوال الاثنين البعاد، يبقى دي 100 ويبقى دي 40، يبقى دي كام؟ يبقى دي كده دي 60 ديجريز. طب انت عندك ده باريل ده والاثنين دول كورسبوندنج، يبقى دي برضك كام؟ 60 ديجريز. طيب نيجي نشوف الريمارك اللي بعد كده بتقول لنا ايه. الريمارك دي مهمه بتقابلك كتير في المسائل ولازم تكون فاهمها كويس. انت عندك في التراينجل عندك 3 انجلز، عن طريق العلاقه ما بين 2 انجلز والانجل الثالثه هنقدر نحدد الانجل الثالثه دي وضعها ايه. يعني دايما انا هيبقى عندي تو انجلز، التو انجلز دول اللي هم اقل اثنين في الميجر، هاخد اقل اثنين في الميجر وهعمل لها كومبير بالايه بالثيرد انجل. لو خدت اقل اثنين في الميجر ولقيت ان الاثنين دول بيكوال 90 يبقى معنى كده يبقى الثيرد انجل لازم تكون ايه 90. لو خدت اقل اثنين في الميجر ولقيت ان هم اقل من ال 90 يبقى طبيعي ان الثيرد انجل هتكون اوبتيوز. لو خدت اقل اثنين في الميجر وعملت لهم بلس ولقيت ان هم اكبر من ال 90 يبقى طبيعي ان الثيرد انجل هتكون ايه؟ هتكون اكيو. تعالوا مع بعضينا نشوف الحاجات دي هنستعملها ازاي في المسائل. اكزامبل 5 بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر، مديني الفيجر ده اهو، مديني دي 4x دي 7x، بيقول لي بروف ذات الانجل سي از ان اوبتيوز ايه اوبتيوز انجل، وهنا بيقول لي الميجر اوف انجل اي ايكوال توايس الميجر اوف انجل بي ايكوال 4x. لما تكون اي توايس الميجر اوف انجل بي يبقى البي هاف الاي، يبقى لما تكون البي هاف الاي يبقى ده كام؟ يبقى دي عندي 2a 2x. تمام، يبقى بروف ان الميجر اوف انجل سي از ان اوبتيوز انجل ممكن تيجي باكتر من طريقه. ممكن تيجي مباشره، يعني ازاي اقول سينس الميجر اوف انجل اي بلس الميجر اوف انجل بي بتيكوال معايا 2x بلس 4x ايكوال كام؟ 6x. اوكي طيب، وعندي وسينس الميجر اوف انجل سي
equal 7x greater than the measure of angle A plus the measure of angle B. ده معناه على طول ان الانجل سي از ايه؟ از اوبتيوز انجل. يبقى زين الانجل سي از ان اوبتيوز انجل. تمام؟ ممكن اذر سوليوشن. نقول الاتي، انت عندك ان كل الانجلز ايكوال 180، يبقى هنقول كده سينس ان الانجلز كلهم سينس الميجر اوف انجل A بلس الميجر اوف انجل B بلس الميجر اوف انجل C ايكوال 180، يبقى زين 7x بلس 4x بلس 6x ايكوال 13x. يبقى زين الاكس عندي هتيكوال 180 ديفايدد الـ A الـ 13 حسب ما تطلع، وبعد كده تدي كل A كل انجل الفاليو بتاعتها، هتلاقي ان ال 7x greater than الايه؟ than ال 90. الريمارك دي بتقول لي لو انا عندي تو انجلز السم بتاع الميجرز بتاعهم ايكوال الميجر بتاع الثيرد انجل، يبقى الترينجل ده از رايت انجلد. يعني الريفرس بتاع الايه؟ بتاع الريمارك يعني. مفيش جديد يعني. طيب تعالى نشوف الاكزامبل ده. بيقول لي الاي بي سي ترينجل ويتش الميجر اوف انجل A تو الميجر اوف انجل B، تو C از 2 تو 3 تو 8 تو 5. Prove that the triangle is right angled. Then mention the right A angle. قول لي right angle دي ايه؟ دي فين؟ طيب انا عندي هنا دلوقتي انت عندك الريشوز ما بينهم 2 3 and 5. يبقى هنا هنقول suppose that the measure of angle A equal to x and angle B equal 3x and angle C equal A 5x. عندك حلين، يا اما تجيب قيمة الx وتدي لكل انجل الفاليو بتاعتها، يا اما تحل وانت معتمد ان انت عارف الايه الريمارك اللي احنا خدناه من شوية ان السم اوف اقل تو انجلز بيكوال التالتة، يبقى اكيد التالتة لازم تكون انجل رايت. يبقى هنقول since ان measure of angle C equal 5x اللي هت equal measure of angle A plus measure of angle B، يبقى زين على طول ال angle C is right angle and triangle ABC is right angled. تعالوا مع بعضينا نشوف exercise 5. اول question عندي بيقول complete the following. The sum of measures of the interior angles of a triangle equal. طبعا سهلة جدا 180. Number 2. The measure of the exterior angle of a triangle is equal to the sum of A. The sum of L2 non-adjacent interior angles. طيب اللي بعديها. If the sum of an angle in a triangle equals the sum of measures of the other two angles in the triangle, then the triangle is A. يعني عندك angle بتيكوال الاثنين التانيين، يبقى الترينجل ده is right angled. Number 4. If the measure of an angle in a triangle is greater than the sum of measures of the other two angles, then the angle is عندي واحدة أكبر من الاثنين التانيين، يبقى obtuse angled. اللي بعد كده. In triangle ABC, لو ال measure of angle A plus the measure of angle C equal measure of angle B، يبقى واضح إن ال B equal كام؟ 90 degrees. في الترينجل اي بي سي لو الميجر اوف انجل بي جريتر ذان اي اند سي، يبقى البي از اي از اوبتيوز. طيب it is possible to find a triangle each of its interior angles is of measure، بيقول لك ايه؟ each،
يبقى مفيش غير حاجة واحدة بس اللي هي ال 60 اللي هي في حالة ال equilateral triangle. طيب question 2, it choose the correct answer from the given ones. The triangle contains two not angles at least. السؤال ده مهم وبيكرر كتير قوي فتاخد بالك منه. اي تراينجل لازم يكون فيه at least two acute angles. اي تراينجل عندك لازم هتلاقي فيه two acute angles. طيب التالتة بقى هي اللي هتكون يا اما acute يا اما obtuse يا اما right. مستحيل يكون فيه اتنين right ومستحيل يكون فيه اتنين obtuse. يبقى خليك عارف المعلومة دي كويس. اي تراينجل contains two acute angles at least. دي بتتكرر كتير قوي في الامتحانات. The sum of measures of the interior angles of a triangle equals the measure of not angle. Right ولا الستريت ولا الاكيوت ولا الريفلكس. الانتيريور انجلز كلهم 180. يبقى مين في الانجلز دي 180؟ طبعا الايه الستريت. Triangle XYZ عندي الميجر اوف انجل X equal 50 والواي equal 100. يواضح ان Z equal 30. عندي الترينجل ده الميجر اوف انجل A plus B equal 110. يبقى الميجر اوف انجل C equal كام؟ واضح ان هي اللي باقي اللي هي 70. طيب if the measure of two angles in a triangle 35 and 45 الاتنين مع بعض يدوني كام؟ يدوني 80 يعني less than 90. يبقى زي الترينجل is A is obtuse A obtuse angled. Number 6, the measure of the exterior angle of the equilateral triangle at any one of its vertices equals what. خد بالك ال equilateral triangle ال interior angle 60. لما تكون ال interior 60 يبقى اللي جنبها على طول exterior هتكون كام؟ تبقى 120. Exercise 3, figure 1. عندي missing angle. يبقى عن على طول الانجل دي هتيكوال 180 ماينس ال 70 بلس الاي ال 65 اللي هي 180 ماينس 135 يبقى هيديني كام؟ 45. يبقى دي كده عباره عن 45 ديجريز. فيجر 2 دي عندي 90 ودي 50 يبقى واضح ان دي هتكون ايه؟ يبقى دي هتكون 40 ديجريز عشان يبقى الاثنين دول 90 زي دي. نيجي نشوف فيجر 3 الانجل دي هتيكوال ايه؟ هتيكوال 180 ماينس 124 بلس 28 اللي هي هتيكوال 180 ماينس عندي هنا 152 يبقى هتيكوال كام؟ هتيكوال 28. فيجر 4 عشان نجيب الانجل دي انت محتاج تجيب الانجل دي. الانجل دي عباره عن 58 52 يبقى الانجل دي هتيكوال كام؟ يبقى هتيكوال 180 ماينس ال 90 بلس ال 52 اللي هتيكوال على طول معانا هتيكوال 38. فيجر 5 انت عندك دلوقتي هو عايز الانجل دي. الانجل دي اكستيريور للايه؟ للتريانجل ده. طب انت عارف ان دي على طول بتيكوال السم بتوع الاثنين البعاد يبقى دي على طول 110 ديجريز. طيب نيجي هنا كذلك دي ايكوال السم بتوع الاثنين الايه؟ الاثنين البعاد يبقى دي 67 بلس 42 7 بلس 2 ايكوال 9 و6 بلس 4 ايكوال كام؟ ايكوال 10 يبقى 109 ديجريز. طيب دي المفروض دي ايكوال الاثنين البعاد ده عندي 60 يبقى دي اولسو برضك كام؟ يبقى دي عندي هنا هتبقى 120 ماينس 60 which is a 6 ديجريز. طيب هنا 125 يبقى هتيكوال دي بلس دي يبقى دي واضح ان هي دي هتيكوال معايا 100 25 minus 35 which is a 90 degrees. Right. الفيجر اللي بعد كده فيجر 9 دي 100 ال 100 دي بتيكوال الاثنين دول. طب الاثنين دول زي بعض يبقى الواحده منهم بكام؟ الواحده منهم ب 50. طيب هنا طبعا دول قد بعض الثلاثه يبقى اكيد الواحده منهم بكام؟ ايكوالاترال يبقى 60 يبقى دي هنا 60 يبقى دي 120. طيب نيجي نشوف دي ده عندي ايزوسلس دي انا 30 يبقى 150 يبقى دي عندي 75 ودي 75 يبقى دي هتيكوال كام؟ يبقى دي 105 ديجريز. طيب هنا عايزين نجيب دي بتيكوال ايه؟ دي عندي 110 يبقى دي عندي 70 130 يبقى دي كده كام؟ 50 يبقى دي بتيكوال السم بتاع الاثنين دول يبقى دي كده 120. ممكن تيجي بطريقه ثانيه ممكن تيجي بان احنا لما خدنا في البوليجون
قلنا ان السم اوف الاكستيريور انجلز ايكوال كام؟ ايكوال 360. طب انت الاثنين دول عندك اكستيريور مجموعهم كام؟ 240. يبقى 360 ماينس 240 ايكوال 100 كام؟ 120. فيجر 13. طيب ده عندي ايه؟ ممكن نجيب اكتر. ده عندي هنا ده تريانجل، لو هنجيبها عن طريق البوليجون انا عندي الاثنين دول اكستيريور، الاثنين دول مجموعهم كام؟ 220. يبقى 360 ماينس 220 اللي هتيكوال معايا 140. ده اللي هي مين؟ ده الاكستيريور اللي هنا. لما يكون هنا الاكستيريور 140 يبقى الانتيريور كام؟ تبقى الانتيريور 40 degrees. ممكن تيجي بطريقه ثانيه، دي عندي 100 يبقى دي كام؟ يبقى دي عندي 80. دي عندي 120 يبقى دي عندي 60. يبقى عندي 60 و 80 140 يبقى دي ايه؟ يبقى دي 40. طيب نيجي نشوف دي 150 دي بتيكوال الاثنين البعاد، يبقى دي 25 يبقى دي كده 125. يبقى دي هتيكوال كام؟ يبقى 180 ماينس 125 اللي هي 55. نيجي نشوف دي، وعايز الانجل دي والانجل دي. طبعا ده اسهل حاجه، عندي ترينجل ده عندي فيه 2 يبقى اجيب الثالثه. 72 بلس 48 تديني 120. 120 اشيلها من 180 يبقى يديني دي كام؟ يبقى دي عندي 60 ديجري. لما تكون دي 60 يبقى دي كمان ايه؟ دي 60 يبقى دي كام؟ 120. يبقى دي كام؟ 120 اللي هي الاثنين دول، يبقى دي هتيكوال معايا 67 ديجري. طب نيجي نشوف دي، هو عايز دي. طب انا عندي دي 115 اللي هتيكوال الاثنين دول، يبقى دي عندي 60 كام؟ دي عندي 65. دي في او اي معاها يبقى دي برضو بكام؟ ب 65. تعال نشوف هنا، عايزين دي. دي عندي دي ده وده، الاثنين دول ايه؟ الاثنين دول بارلل، يبقى المفروض الانجل دي كلها كده والانجل دي كلها كده، الاثنين دول انتيريور يدوني 100 كام؟ 180. يبقى الانجل دي هتيكوال 180 هيبقى ماينس 63 بلس الايه؟ ال 42 اللي هي 180 هيبقى ماينس اللي هي عندي 105 اللي هتيكوال معايا 75 degrees. طب نيجي نشوف دي، عايزين الانجل دي والانجل دي. الانجل دي 70 يبقى 110، يبقى دي 55 ودي 50 ايه؟ 55. يبقى دي عباره عن ايه؟ عباره عن 180 ماينس ال 73 بلس ال 55 اللي هي 180 ماينس عندي 128 which is a which is 52 degrees اللي هي دي، يبقى دي كده 52. طب دي هتيكوال معايا 180 ماينس 82 بلس ال 55 اللي هي هتيكوال معانا 180 ماينس 137 اللي هي هيديني 43. يبقى دي كده عباره عن 43 degrees. Problem 9 مديني بعض الانفورميشن على الرسمه، مديني اي اف بارلل سي دي، ومديني الانجل دي ودي. المطلوب الميجر اوف انجلز اي بي سي، اي بي سي عايزين دي، وعايزين اي بي دي وعايزين دي. مساله سهله جدا، هنستغل البروبرتيز بتاعت البارلل. انا عندي الاي اف بارلل سي دي، والاي دي از ترانسفيرسال، ده معناه ان الانجل دي ايكوال الانجل دي. ليه؟ عشان الاثنين الترنيت، وطالما الاثنين دول الترنيت يبقى دي عباره عن ايه؟ دي سبلمنتري لدي، او بتيكوال الاثنين الايه؟ اثنين البعاد. طبعا ما عنديش دي، يبقى دي 180 ماينس الايه؟ ماينس ال 50. يبقى هنقول سينس ان الاي اف بارلل السي بي او السي دي راي، and لازم احدد الترانسفيرسال، and ال EB is the transversal ده معناه ان ال measure of angle ABC هت equal معايا ال measure of angle AEF هت ايكوال 50 degrees، وبين قوسين كده نكتب alternate angles. اوكي،
يبقى انا جبت دي كده عبارة عن ايه 50 degrees. طيب الاثنين دول supplementary، يبقى since measure of angle ABC plus measure of angle ABD equal 180 degrees، يبقى then measure of angle ABD هي equal معايا 180 degrees minus كام؟ minus 50 degrees which is 130 degrees. طيب المسألة اللي بعديها، زي ما انت شايف عندي الـ ED بدل الـ CB، عندي الـ information دي ودي، find الـ angle AED AED اللي هي دي، وعايز DEC DEC ودي. طيب انا عندي دلوقتي البراليلزم الـ ED بدل الـ CB، استفيد ايه منه؟ استفيد، احنا قلنا دايما البراليل بستفيد بيه في ايجاد الميسنج انجلز، الانفورميشن دي الـ 60 اقدر انقل المعلومه من هنا لفين؟ لهنا، الاثنين دول كورسبوندنج، يبقى اقدر الترينجل ده ازود عدد الانجلز اللي موجوده فيه عن طريق ان انا عرفت ان دي ايكوال ايه؟ ايكوال دي. هنقول مع بعضينا سينس ان الـ ED بارلل CB، لازم نحدد الترانسفيرسال، اند هنا الـ BD is a transversal، الـ D B is a transversal، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الميجر هيبقى زين الميجر اوف انجل ADE بت ايكوال الميجر اوف انجل DBC او CBD بت ايكوال 60 degrees، وبين قوسين نكتب corresponding angles. اوكي، يبقى انا خلاص عرفت دي ان هي 60. بعد كده هجيب دي ازاي في الترينجل ده؟ يبقى ان ترينجل اي اي دي الميجر اوف انجل اي، وزي ما قلنا انا ممكن اختصر اسم الانجل لو انا حددت الترينجل قبليها، هتيكوال معايا 180 ماينس طبعا ال 80 بلس ال 60، 80 degrees بلس 60 degrees which is 180 minus 140 which is 40 degrees. يبقى انا جبت دي كده عباره عن ايه؟ عباره عن 40 degrees. عايزين مين؟ عايزين دي دي اي سي، دي اي سي دي السبلمنتري بتاع دي. يبقى سينس ان الميجر اوف انجل اي اي دي بلس الميجر اوف انجل دي اي سي ايكوال 180 degrees، يبقى زين الميجر اوف انجل دي اي سي هات ايكوال 180 degrees ماينس ماينس 40 which is 140 degrees. بروبلم 17 ان ذا اوبوزيت فيجر، مديني ال A B C D is a rectangle، ومديني ال E belongs to ال B C، ومديني الانجل دي 30 والانجل دي 60. ده لما يكون ده ريكتانجل، يبقى انا المفروض دي كده تبقى ايه؟ تبقى 90. ايه تاني؟ دي برضك كده ايه؟ 90. طيب هو عايز ايه؟ هو عايز ال A E D. طيب انت عارف ان دي كلها ستريت انجل، لما تكون دي كلها ستريت يبقى لو جبت دي وجبت دي يبقى دي هتيكوال 180 ماينس الايه؟ الاثنين دول. يبقى انا الميشن بتاعتي ان انا اجيب الانجل دي واجيب الانجل ايه؟ واجيب الانجل دي. طيب اجيب الانجل دي منين؟ من الترينجل ده. اجيب الانجل دي منين؟ من الترينجل ده. يبقى اول حاجه ان ترينجل اي بي اي، تمام، الميجر اوف انجل اي اللي هي الاي اي بي هت ايكوال معايا 180 ماينس ال 90 بلس الايه؟ ال 30، اللي هت ايكوال 180 ماينس 120 which is one which is 60 degrees. طيب نيجي الترينجل الثاني، ان ترينجل دي سي اي الميجر اوف انجل دي اي سي هت ايكوال 180 ماينس ال 90 بلس الايه؟
6 which is 180 minus 150 which is 30 degrees. يبقى انا جبت دي ب 60 ودي ب 30 يبقى دي هت ايكوال كام؟ يبقى هنقول سينس الميجر اوف انجل اي اي بي بلس الميجر اوف انجل اي اي دي بلس الميجر اوف انجل سي اي دي ايكوال 180 ديجريز وبين قوسين نكتب ستريت انجل ده معناه على طول يبقى زين الميجر اوف انجل اي اي دي هيكوال معايا 180 ماينس ال 60 بلس الايه بلس ال 30 ديجريز which is 180 ماينس ال 90 which is 90 ديجريز. نيجي نشوف المساله اللي بعديها. مديني المساله دي بيقول لي البي ام بايسكتس اي بي سي وعندي ال سي ام بايسكتس الانجل دي والانجل دي 80 عايز ال اي ام دي عايز ال اي ام دي محتاج الانجل دي. الانجل دي اللي هي ايه؟ الانجل دي في او اي مع مين؟ مع دي. طيب انا عارف دول عارفهم انا عندي ده كده وده كده الاثنين دول المفروض ان هم 180 ماينس ال 80 طب ودي قد دي ودي قد دي يبقى الاثنين دول نص ال 180 ماينس الاي ماينس الاي يعني 50 يبقى دي 100 ايه 30 يبقى دي زيها. تعال شوف هكتبها ازاي. هنا ان في التراينجل اي بي سي ميجر اوف انجل بي بلس الميجر اوف انجل سي هتيكوال معايا 180 ديجريز ماينس ال 80 ديجريز which is 100 ديجريز يبقى ال B و C 100 degrees and since CD bisects angle C and ال BE bisects angle B يبقى then ال measure of angle DCB plus the measure of angle MBC had equal معايا 100 divided 2 which is 50 degrees. بعد كده بقى يبقى دول الاثنين دول 50 يبقى في التراينجل ده in triangle CBM يبقى the measure of angle M هت equal معي 180 minus ال 50 which is 130 degrees ده مع يبقى كده دي VOA هنقول كده وسنس ال measure of angle EMD equal ال measure of angle CMB بين قوسين VOA vertically opposite angle يبقى زين ال measure of angle EMD equal 130 degrees. Problem 24 في ال opposite figure اللي قدامك دوت مديني ال AD bisects ال angle D يعني دي قد دي ومديني angle B equal angle A angle C بيقول لي prove that ال AB equal ال AC. ما ينفعش طبعا تقول له اصل دي ايكوال دي هو ايزوسلس ما ينفعش يبقى الاي بي ايكوال اي سي انت لازم تجيب البروف اللي هو بتاع الايزوسلس نفسه. ان هو بيقول لك هنا بروف. طيب لما يكون عندي الانجل دي ايكوال الانجل دي والانجل دي ايكوال الانجل دي هنقول سينس الميجر اوف انجل بي اي دي ايكوال الميجر اوف انجل سي اي دي and the measure of angle B equal the measure of angle C يبقى ده معناه then the measure of angle ADB equal
الميجر اوف انجل اي دي سي، يعني دي كده لازم هتيكوال ايه دي كده. طيب لما تيجي تبص يبقى انا عندي هنا انجل ايكوال انجل وانجل ايكوال انجل وعندي سايد بتوين ذم، يبقى دي حاله من حالات الكونجروانس اللي احنا درسناها الترم الايه الترم الاول. يبقى في هذه الحاله اقدر اثبت ان التو ترانجلز دول ار كونجروانت، وبالتالي الاي بي هيبقى ايكوال ايه اي سي. يبقى نحدد التو ترانجلز ان التو ترانجلز بتوعي اي دي بي and ADC. ما لهم الاثنين دول؟ هنقول الميجر of angle DAC بتيكوال معايا الميجر of angle DAB and الميجر of angle ADB بتيكوال الميجر اوف انجل اي دي سي. اوكي اند الاي دي از كومون، ده معناه ان تو ترانجلز دول كونجروانت. يبقى زين الترانجل اي دي بي كونجروانت لمين؟ للترانجل اللي هو اي دي سي. تمام and we deduce from congruence that ايه بقى ان اللي احنا عايزينه بقى الاي بي ايكوال الاي سي، الاي بي ايكوال الاي سي. طيب نيجي نسأل اللي بعد كده problem 25 الاوبزيت فيجر مديني ده بدل ده والميجر اوف الميجر دي ايكوال الميجر دي، بيقول لي بروف ذات البي سي بارلل اي اي. عايز البي سي بارلل اي اي. طالما هتبروف حاجه بارلل حاجه لازم اثبت اوضاع للانجلز تحقق هذا البارلل بتوين الايه الاثنين دول. يعني اشوف بتوين الاثنين دول يا اما تو الترنيت انجلز تو كورسبوندنج وتو انتيريور. شوف هنجيب مين. انا لما يكون عندي دي زي دي، خد بالك ده بارلل ده، يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان الانجل دي كده ايكوال الانجل دي كده. ليه؟ الاثنين دول الترنيت، يعني ده بارلل ده وده ترانسفيرس، يبقى الاثنين دول الترنيت. يبقى لما تكون دي ايكوال دي ودي ايكوال دي، يبقى في التو ترانجلز دول يبقى لازم تكون الانجل دي ايكوال مين؟ الانجل دي. لما يكون الانجل دي ايكوال الانجل دي ودول الترنيت بالنسبه للترانسفيرس الاي سي، يبقى معنى كده ان السي بي ايكوال سي بي بارلل مين؟ اي اي. نحلها مع بعضين. يبقى هنقول since ان الاي بي بارلل لمين؟ للاي دي اند من الترانسفيرسال بتاعهم اي دي ده معناه يبقى زين الميجر اوف انجل BAC بتيكوال معايا الميجر اوف انجل ADE. اوكي يبقى انا جبت ده ايكوال ده. طيب في التو ترانجلز بقى ABC و ADE ان تو ترانجلز دول ABC and ADE since الميجر اوف انجل بي اي بي سي بتيكوال معايا الميجر اوف انجل اي اي دي ده جيفن، والميجر اوف انجل احنا لسه جايبينها دلوقتي بي اي سي ايكوال الميجر اوف انجل اي دي اي، يبقى زين على طول الميجر اوف انجل اللي هي بقى اللي احنا هنجيبها بقى دي ودي ACB بتيكوال معانا الميجر اوف انجل DAE. تمام هنكتب بقى and they are alternate angle
angles with respect to the transversal AC يبقى زين ال CB هيبقى parallel ال AE او ال BC parallel ال AE. وكده يبقى احنا خلصنا lesson 5، درس سهل جدا يعتبر احنا واخدين معظمه قبل كده. كل الجديد فيه ان ال exterior angle بت equal sum بتاع two non adjacent interior A angles، وبالتوفيق ان شاء الله.